بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من إحدى المشاهدات تقول فيه: هل على ذهب الزوجة زكاة إذا أخذه الزوج فباعه واشترى غيره مستغلا ارتفاع الأسعار وانخفاضها؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الذهب اللي هو حلي المرأة هناك خلاف بين الفقهاء، هل عليه زكاة ولا ما عليهوش زكاة؟ جمهور الفقهاء قال بأن حلي المرأة ليس عليه زكاة. لو المرأة عندها ذهب وتلبس هذا الذهب ولو مرة في السنة ليس عليه زكاة. السؤال اللي معانا بتقول إن زوجها بياخد الذهب بيبيعه ويشتري غيره مستغل ارتفاع الأسعار، يعني جاب الجرام مثلا ب 200 جنيه زمان، النهارده هيبيعه ب 2000 وشويه، هل كده يبقى عليه زكاه؟ هنفرق بين حاجتين. لو تحول الامر من انه حلي للمراه الى متاجره بقى فيه زكاه، لان ربنا قال: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. كده تحول من أمر الحلي إلى أمر التجارة، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه زكاة. قد إيه؟ 2.5% اللي هو ربع العشر. واحدة معاها كيلو ذهب، كان معاها 100 جرام، بعد ما زوجها ما باع واشترى وكسب بقى معاها كيلو ذهب. طيب دلوقتي الأمر بقى على سبيل المتاجرة، لو على سبيل التجارة يبقى فيه زكاة. طب لو حلي بحلي، هو باع الذهب اللي عندها وحب يجيب لها بدل الغوشتين ثلاثة أربعة وسلسلة ومش عارفة إيه، بقى للحلي أيضا. لو للحلي وتلبسه المرأة ولو مرة واحدة في السنة ليس عليه زكاة. طيب السؤال ده هيقترن به سؤال تاني: واحد مزنوق في قرشين من المال وأخذ الذهب من زوجته على سبيل القرض، قال لها اديني الذهب بتاعك، وخد الذهب من زوجته ومثلا عارف عدد الجرامات اللي خدها، الجرامات مثلا كان 100 جرام، هل يرجعوا جرامات ولا يرجعوا فلوس؟ قالوا الفقهاء يرجعوا جرامات زي ما اخذوه، اخذ منها جرامات يرجعوا جرامات، اخذ منها جنيه يرجعوا جنيه، اخذ دولار يرجعوا دولار، كده زي ما اخذ يرجع. ده للتوضيح وللعلم ليعلم الناس أمور دينهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن هرجع وأقول تاني إن الحلي بتاع المرأة ليس عليه زكاة. لو للحلي، لو للزينة بتتزين به المرأة في المناسبات في الأعياد في الأفراح ليس عليه زكاة. للتجارة عليه زكاة 2.5%. إذا بلغ النصاب يعني 85 جرام، واحدة معها 20 جرام، 50 جرام، 70 جرام، ليس فيه زكاة. لو للتجارة معها ما يعادل 85 جرام من الذهب من المال أو من الذهب للتجارة يبقى فيه زكاة 2.5% كل سنة إذا حال عليه الحول بالعام الهجري. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه.